ممكن أعرف شو هذا الشيء ضروري اللي صاير؟ لك أنا كنت بالحمام وعم قصدي كان في عندي شغل ضروري كتير. يا مايكا إذا قلت لك ما رح تصدق. أنا ماني عارفانة شو لازم أعمل وبدي منك تساعدني. يلا رافائيل احكي له شو قلت لي قبل شوي. كارول خدرتها لإليزا، يعني عطتها دواء لحتى تنام، وبعدين صورتها وهي بالتخت معي. رح تنام لها كم ساعة بس مشان ناخذ الصور مو أكتر. خدروها للبنت، مو معقول، هي جريمة. تعرف هالشي؟ ليلى أنا عملت كتير شغلات غلط بس بحياتي ما استغليت حدا، ماشي؟ أنا وإليزا كنا بس نايمين ما لمستها حتى. وتاني يوم إجا آرثر الصبح وشافنا بعيونه. رافائيل في بسرعة قوم. ما بعرف شو صاير بس أنا بعرف. ليك آرثر لا تفهمنا غلط، ما في شي بيناتنا. أنت خلاص ولا؟ أنت ليش قبلت تعمل هيك؟ بدي أخذ بتاري من جيرمانو، وكارول بدها تأخذ بتارها من آرثر. طيب طالما إجا آرثر وشافك بتخت مع إليزا، ليش حتى تكملوا القصة وتبعتوا صور على اليوتيوب؟ لأنه لحتى يدرى جيرمانو كان لازم يشوف الصور، عرفت؟ هيك اتفقنا أنا وكارول. العمى الشي بيقرف. بهالحالة أنت مذنب مثلك مثلها. مزبوط بعرف، وليلى معها حق، أنا واحد حقير بعرف هالشي.